مرة تانية وتالتة الشعور الدائم بالنقص مزري ومحطم وهيؤدي إلى العديد من المشاكل. حابب أشوف شباب كتيرة جدا بتكتب لي تعليقات، آه يا عم دول ولاد الأغنياء اللي داخلين جامعات معرفش إيه، آه يا عم إحنا الغلابة، إحنا تعليم حكومي، يابا إحنا قاعدين في الصعيد مش لاقيين شركة، أنتم يابا إحنا كل ده بسبب إيه؟ تفتكروا؟ بسبب الشعور الدائم بالنقص. أنا دايما شايف إن ده أفضل مني بصورة أو بأخرى، يمكن أنت ما عندكش شجاعة التعبير، ولكن هي ده التشخيص الدياجنوز الحقيقي لهذا الموضوع. فدايما تلاقي الشخص قاعد دايما بيقارن نفسه بالآخرين، مش عنده سيلف كونفيدنس أو سلام أو ثقة داخلية. فمن فضلك حاول إنك تركز في نفسك. حاول، شفت كتير جدا والله العظيم ناس خريجين مدارس حكومية، تجارة عربي، دراسات عربي، لكن ده لم يمنعهم انهم يحسنوا من لغتهم الإنجليزية، لم يمنعهم انهم يلتحقوا بشركات كبيرة. تبقى انت قاعد ومعاك حد كان تعليم كذا، وانا شخصيا معايا ناس تعليم اجنبي وتعليم معرفش ايه، وانا تربيت في مدارس عربية، في مدارس خاصة، في الثانوية العامة كانت ثانوية عربي، حياتي عادية، ما كنتش يعني ابن الاسرياء. اذا انت بقيت نظرا لانك بقيت قوي في حتة معينة، بقيت خلاص هو عاوز شخص بيعرف يكلم لغة انجليزية، عنده السكيلز المطلوبة. فبلاش ارجوك وهذا الشعور بالدونية. ومرة تانية، الظروف، في ظروف احنا مش بنكون مسؤولين عنها، ان انا اتولدت مثلا في أسرة فقيرة في منطقة فقيرة، ده اكيد حاجة صعبة، ولكن هذا قدرك. فحاول انك بلاش كل شوية انا اصل انا ولاد الغلابة، انا طول عمري تعليم، ما اجتهد وصابر واشتغل على نفسك. معكش فلوس، في حاجات اونلاين كتير ممكن تستخدمها، وحجة البليد دايما يعتمد على الاسباب. فمن فضلك حاول انك دايما تبص على ان كل تحدي ليك هو حاجة تحدي ليك ممكن انك تتجاوزه، ودايما تقول يا رب وتطور من نفسك، وان شاء الله هتلاقي نفسك دايما تتخلص من هذا الامر. ومن فضلك بطل فكرة النظر للاخرين دي، لانها هتؤدي بيك الى فشل ذريع جدا جدا في حياتك.